السلام عليكم، اسمي ليلى ايت مولود من اكادير، مصممه ثقافه مغربيه. المشوار ديالي بديته في 2013 وكيعجبني نخدم في هذا الدومين هذا، وانا اصلا مختصه بالبيغلاج والطرز الرباطي باليد. صافي ومن تما كملت المشوار ديالي، كيعجبني نخدم في الثقافه المغربيه. شاركت في عده ديفيليات على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، والحمد لله الاعمال ديالي عليها اقبال، الناس كيعجبوهم الثقافه المغربيه بزاف، وان شاء الله كنتمنى نشارك في ديفيليات على برا ان شاء الله. اسمي الكامل اميمه عابد، واسم الشهره هو ايما. انا كندير مانكا، كندير لي شوتينغ، وان شاء الله ندخل واحد الديفيلي قريب ان شاء الله. انا سعيده جدا حيت خدمت مع المصممه اي ليلى ايت مولود، اللي كيعجبوني التصاميم ديالها بزاف، حيت كتبدع فيهم وكتعطي المجهودات ديالها اكثر باش يكونوا عند الناس زوينين، وباش يكونوا محبوبين عند الناس وعليهم الطلب. الاعمال ديالي كتميز على الاكسسوار الامازيغيه، هذه غيرة على المنطقه اللي انا فيها، كنبغي نوصل الصوره الامازيغيه لكل مكان. وسعيده لاني هكا وكنخدم على المسار ديالي ونتبع الدومين اللي انا ارتاح فيه، وبغيت اي بنت ما توقفش عند الحلم اللي كيراودها، خاصها تكافح وتنجح في حياتها باش توصل. انا اصلا من صغري كيعجبني نخدم التنبات والطرز الرباطي باليد، ويمكن حلمي نكون مصممه عالميه، والحمد لله غاده في المسيره ديالي شويه بشويه، والحمد لله حتى وصلت، والحمد لله كنتمنى المزيد لقدام ان شاء الله. الاسره ديالكم المحيط باش كيساعد؟ وي كيساعدوني الاسره ديالي، الوالده ديالي كتساعدني، والزوج ديالي كذلك، حتى هو يعني ما معارضش في الخدمه ديالي، بالعكس مساندني ومساعدني في كل شيء، والحمد لله كيعجبني شي حاجه الخدمه نخدم بحال الطرز باليد، شي حاجه الالهام ديالي كيعجبني في العقيق وفي الابداع كيعجبني في كل شيء، اللي الاحجار وداك الشيء كيعجبني اصلا من الصغر، والحمد لله هذا مزيان. باش كطمحي من هنا لقدام ان شاء الله؟ من هنا لقدام كنطمح بان التصاميم ديالي كلها بغيت نعرضها على برا، هذا هو الحلم ديالي.